هل يمكن لقوة الدولة وسطوتها مهما امتلكت من أدوات الإكراه أن تجبر إنساناً حراً على تغيير فكره؟ ماذا لو بقي بعض الأفراد لم يغيروا معتقدهم ولم يستجيبوا ولو شكلياً للإكراه؟ هكذا كانت مسألة خلق القرآن عندما تدخلت السلطة والسطوة بالآراء الدينية. أهلاً بكم في قرارات مكلفة. القرآن مخلوق من مخلوقات الله تعالى، فكرة تنضوي تحتها فلسفة كاملة تبنتها عدة فرق ومذاهب في الإسلام. تلك الفكرة اعتنقها الخليفة العباسي المأمون وقرب أصحابها منه، أبرزهم بشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد وأبو الهذيل العلاف، وسوقوا لها بين الناس دون أن تلقى الانتشار الذي كان يتوق إليه أصحابها، وبقيت في أروقة المناظرات وساحات الجدل بين المتكلمين إلى أن اتخذ الخليفة قراراً خطيراً تجاهها، وهو أن يستخدم قوة الدولة وسطوتها وأجهزتها لجعل الناس يقولون ولو مكرهين بأن القرآن مخلوق، وخاصة الأئمة الذين ذاع صيتهم وعلى شأنهم. بهذا القرار بدأ فصل تاريخي يعرف بمحنة خلق القرآن، والتي أخذت أبعاداً أخرى سياسية غير بعدها الفكري الفلسفي. أرسل المأمون إلى نائبه في بغداد طالباً منه أن يجمع العلماء وأن يقولوا قول المعتزلة ويقروا أن القرآن مخلوق، وأمره أن يقطع رزق وجراية من لم يقل ذلك. ولما رفض العلماء هذا القول فرض عليهم الرأي بالقوة والإكراه، وهددوا بالسجن والتعذيب والأذى. أمام الضغط والتهديد والوعيد والتنكيل والتشهير استجاب عدد كبير من العلماء لأمر المأمون وأقروا بخلق القرآن، برغم أن بعضهم فعل ذلك تورية أو كنا، مثل من قال إنه كان يقصد بالخلق ما ورد في القرآن من مخلوقات كالخيل والبغال والحمير، بينما ينسب لأبي نصر التمار أنه قال بعد أن كتب الإقرار بخلق القرآن دخلنا ثم كفرنا وخرجنا. لهذا أقر غالبية علماء الدين حينها بخلق القرآن، عدا جماعة قليلة اشتهر منهم محمد بن نوح وعبيد الله القواريري والحسن بن حماد والإمام أحمد بن حنبل، فسجنوا وكبروا بالحسن حديد وتعرضوا للتعذيب. لم يحتمل الحسن بن حماد السجن والأذى فوافق المأمون بقوله ثم خرج من السجن. أما القواريري فزاده في الصبر يوما وخرج في اليوم التالي، وبقي الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح على أن القرآن هو كلام الله الأزلي ولم يقولا بخلقه. حينها كان المأمون في مدينة طرسوس على مشارف بلاد الروم، فأمر بإحضارهما إليه. اشتد على محمد بن نوح الأمر وضعف جسمه ولم يحتمل القيود والأغلال ومشاق الطريق، فتوفي في الرقة قبل أن يصل إلى المأمون. وبعد أن دفن رفع الإمام أحمد يديه إلى السماء مبتهلا إلى الله ألا يلقى المأمون. وقبيل وصول الإمام أحمد إلى طرسوس جاء المنادي يعلن وفاة المأمون، فأعيد ابن حنبل إلى العراق وقد استجاب الله دعاءه. لم تنتهي قضية خلق القرآن ومن ورائها غصب الفقهاء والأئمة على تغيير آرائهم بموت المأمون، فقد أوصى وهو على فراش الموت أخاه المعتصم بالمعتزلة خيرا ففعل. فكان القرار المؤلم الثاني في محنة خلق القرآن قرار المعتصم حين عين ابن أبي دؤاد الذي ذكرناه وآنفاً قاضياً لقضاة بغداد، فجعل فكره مذهباً للدولة العباسية ولاحق كل من لا يؤمن بفكره ولا يقول بخلق القرآن. أوغر ابن أبي دؤاد وبشر المريسي صدر المعتصم على ابن حنبل فاستدعاه لقصره، وفي مجلسه جعله يناظرهم 3 أيام فأسكتهم بمنهجه وحجته، ولم يستطيعوا دحض رأيه بالرأي، فحرضوا المعتصم عليه وقالوا يا أمير المؤمنين ليس من تدبير الخلافة أن نخلي سبيله ويغلب خليفتين. فغلبت السياسة والسلطة المناظرة والرأي، فأمر المعتصم بجلده إلى أن يغير رأيه، فصبر الإمام حتى سال دمه ثم أغمي عليه. دخل ابن حنبل السجن وتعرض للأذى والتعذيب حتى كاد أن يموت في سجنه، وما تراجع عن رأيه أو داهن فيه، فتخوف المعتصم من ردة فعل الناس فأخلى سبيله، وما لبث أن توفي المعتصم أيضا. استمرت المحنة في عهد ولده الواثق الذي أطلق يد المعتزلة في أمور الدولة، فكان منهم من يفرق بين الرجل وامرأته إذا لم يقر أحدهما بخلق القرآن، وكان منهم من يأمر المعلمين
الأمينة تلقين الصبيان خلف القرآن، وبلغ الأمر في بعض الروايات أنهم كانوا يمتحنون أسرى المسلمين عند الروم، فمن قال بخلق القرآن افتدوه، ومن امتنع عن ذلك تركوه أسيرا. أما الإمام أحمد فقد أرسل الواثق يطلب منه الرحيل من بغداد، وكتب إليه: لا يجتمعن إليك أحد، ولا تساكنني بأرض ولا بمدينة أنا فيها. فاختبأ الإمام أحمد حتى هدأ الطلب عنه. قبل وفاة الواثق بأشهر قليلة جاءوه بشيخ من أذنة، وهي أضنة التركية اليوم، يقال له أبو عبد الرحمن الأذرمي، وكان ممن لا يقولون بخلق القرآن. فناظر ابن أبي الدؤاد أمام الواثق بالله، وأقام الحجة على كل من حضر، ما جعل الخليفة يتراجع عما كان عليه من سبقوه، وما امتحن أحد بعد الأذرمي بخلق القرآن حتى مات الواثق، وانتهت تلك المحنة السياسية السلطوية الدينية. خلف الواثق أخوه المتوكل، الذي بدأ عهده بقرار مغاير تماماً لما كان عليه من سبقوه، فتخلص من إرث المعتزلة، واهتم بعلماء السنة والحديث، وحاول استمالة الإمام أحمد، وأغدق عليه الأعطيات، ولكن الإمام تورع عنها. كان قرار إكراه الناس على رأي المعتزلة قراراً مكلفاً في تاريخنا الإسلامي، فقد جعل المأمون ومن تبعه رأيهم سوطاً وسيفاً على ظهور ورقاب الأئمة والفقهاء، فصاروا ظالمين لمن يحتاجون عدلهم، وطغاةً على من يحتاجون دعمهم، وغدا المخالف متهماً وملاحقاً حتى يتراجع. كان هذا القرار مكلفاً، لأن الخليفة اعتمد سلطته وسطوته لكسر التفاف الناس على الأئمة وعلماء الدين بحجة رأي يخالفهم فيه. كان هذا القرار مكلفاً لنقله الآراء والمعتقدات من مساحات الحوار والجدال والنظر إلى الإكراه والسجون والتعذيب. وبرغم فشل من حاولوا إجبار الأمة على رأي واحد منذ قرون، إلا أن كثيرين ما يزالون يحاولون ذلك حتى اليوم. فهل من معتبر؟